هروح لما بدأ قبل انعقاد أولى جلسات البرلمان. بدأت الخلافات بعد أن يعني الائتلاف الانتخابي اللي كان موجود في حب مصر ويجمع يعني أحزاب مختلفة منها المصريين الأحرار وعدد من الأحزاب الأخرى، لما بدأ يتشكل الجبهة الأخرى المسماة بدعم الدولة واللي كان هيضم ائتلافات مختلفة منها في حب مصر بقيادة اللواء سامح سيف اليزل وبعض الشخصيات اللي كانت موجودة، المصريين الأحرار أعلن موقفه بشكل واضح، لن ننضم إلى هذا الائتلاف، وقالوا بشكل واضح وفقا لبيان ليهم، خليني أقول لحضراتكم الجملة اللي اتقالت بالظبط، قالوا إن احنا نرفض ممارسة السياسة وفق ما وصفه البيان الخاص بهم وفق منهج انتهازي يقوم على توزيع مكاسب ومناصب لتحقيق توافق أو أغلبية. ده يعني هما كانوا قاعدين مع بعض وكانوا الدنيا كويسة جدا، وده كان يقولك احنا في ايه كانوا بيسموها كده، في تحالف انتخابي، فكنت جيبهم مع بعض تلاقيهم لهم اراء سياسيه مختلفه تماما. طب انتوا قاعدين مع بعض ليه يا جماعه، متجمعين مع بعض ليه؟ اصل ده توافق انتخابي. طب وبعد كده هتدخلوا الانتخابات ما تعرفوش بعض، قبل حتى هتدخلوا البرلمان ما تعرفوش بعض، قبل حتى ما تعقد جلسات البرلمان ادى الخلافات بدات على السطح. ينضم الينا الاستاذ ايمن ابو العلا، عضو الهيئه العليا لحزب المصريين الاحرار. مساء الخير يا استاذ ايمن. مساء الخير استاذ، تحياتي يا فندم. تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. يعني ما انتوا كنتوا حبايب، ايه اللي حصل؟ ما كنتوا كلكم في حب مصر؟ لا احنا ما زلنا. سبتوا حب مصر ليه؟ تخليتوا عن الحب ليه؟ سبتوا الحب وبداتوا في الكره ليه بدري كده؟ لا يا فندم، اوضح لحضرتك ان حب مصر تحالف انتخابي، يعني التحالفات الانتخابيه بتتوقف عند نتيجه الانتخابات ولا ضرر في ذلك. احنا بنتكلم على تحالفات سياسيه وتحالفات برلمانيه، لا باس طبعا من هذه التحالفات. بدأ التحالف اللي هو تحالف دعم الدولة المصرية بطريقة، أولا الاسم نفسه اسم دعم الدولة المصرية، يعني أولا الاسم، من لا يدخل هذا التحالف يعتبر غير داعم للدولة المصرية بالمسمى. طب ما هو اللي ما كانش برضو يدخل في حب مصر ما بيحبش مصر، ما انتوا برضو مسمينها من الأول مسميات غريبة جدا، في حب مصر. طب واللي ما يدخلش في قائمة في حب مصر ما بيحبش مصر؟ لا، هي الفكرة في الموضوع، بس مش ده المأخذ الوحيد. احنا بنتكلم على المفروض كلنا ندعم الدولة المصرية من خلال برنامج واضح، برنامج وثيقة واضحة جدا ان في برنامج واولويات تشريعية وبرنامج تشريعي لصالح المواطن المصري، يدعم المواطن المصري، وهذا ما جهزه المصريين الاحرار دائما ابدا. ثم الهيكل التنظيمي، احنا ما كانش واضح هل نحتفظ بهيئتنا البرلمانية أم لم نحتفظ بهيئتنا البرلمانية، هل في يبقى رئيس لكتلة برلمانية أم لا. النقطة الأهم بقى اللي أثارت الجدل وخلى المصريين أحرار يعني يدي قرار فيصلي في عدم الدخول، كمان تسريب الوثيقة نفسها وتوقيع الأعضاء على الوثيقة، بتقول بتلتف على المادة 6 من قانون مجلس النواب، بتقول أنا لازم أتجرد لكي أكون في هذا التحالف، لازم اتجرد تماما من رايي السياسي ورايي الحزبي او ولائي السياسي او ولائي الحزبي. وده يعني اولا الناخب اتخذني على اساس ان انا ليا منهج سياسي معين واضح، وقانون الماده 6 من قانون مجلس النواب بتوضح ان من يغير انتمائه السياسي او الحزبي تسقط عضويته. فكيف اتوقع على هذه الوثيقه؟ صحيح، يعني ده يتناقض مع مبدا الدستور يعني. بالظبط بالظبط، مبدا اساسا قانوني ودستوري. فانا ليه التف على كل ده وانا لا، بس البيان اللي يعني البيان بتاع حضراتكم يحمل لغه يا استاذ ايمن، خليني صريحه مع حضرتك، شديده اللهجه. يعني حضراتكم في البيان بتقولوا ان احنا بنرفض ممارسه السياسه بمنهج انتهازي يقوم على توزيع مكاسب ومناصب. هوضح لحضرتك ما اسيع، ما اسيع اولا ان خلاص تم توقيع 400 نائب على هذه الوثيقه وتم دخول 400 نائب، رجعنا تاني ان المجلس سيد قراره، يعني اختيار رؤساء اللجان، ابتدى توزيع المغانم، اختيار رئيس المجلس هيبقى في ايدينا هذا التكتل بدون اي نظره للكفاءه او يعني رجعنا تاني للاهل الثقه، ويجي يكلمونا يقولوا طب معلش هنرجع تاني لكلمه اللي هي المشاركه لا المغالبه، احنا تعبنا من الكلمه دي. يعني مش هنيجي بعد كل ده، بعد ثورتين وبعد دستور احنا كلنا بيه، نيجي نتكلم تاني
على ان انت هيديني الفتات بعيدا عن الكفاءات. مش معنى كده الفكره في الموضوع ان هو مشيع ان في ربع. لا لا قول لي الحته دي تاني يا استاذ ايمن. هيديني ايه ال 400 دول قادرون ان هم لا لا يختاروا رئيس المجلس والوكيل؟ رجعني بس للجمله اللي فاتت يا استاذ ايمن. انا اصلا انا كان نفسي من زمان نعمل المداخله دي انا وحضرتك. هيديكوا ايه الفتات؟ اه طبعا هيدي. معنى كده ان هو هيبتدي يتفاوض معايا من مركز قوه مش مش مركز كفاءه. احنا كنا عايزين التجربة السياسية تمر للصراع الحزبي، وفرحنا جدا ان حوالي 46% النهاردة من تكوين المجلس من الاحزاب، عشان الحياة السياسية تثمر والتجربة الديمقراطية تسير. احنا لقينا دلوقتي تاني هنبتدي نرجع على تكتل كامل. طيب يا جماعة لو سمحتوا نكلم، خليك معايا يا استاذ ايمن، لان كلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام مهم جدا، وطبعا حضرتك شخصيا حضرتك عارف انا بقدر حضرتك وبحترمك قد ايه. نعمل مداخلة مع الاستاذ علاء عبد المنعم يا جماعة، عشان هو عايز يعمل مداخلة ردا على ما يقوله الاستاذ ايمن ابو العيل. طب استاذ ايمن، يعني مسألة الفتات دي هيبان للرأي العام انه كأنكم اختلفتم، كأن المصريين الاحرار كان عايز حاجات معينة، ولما ما خدهاش في رؤساء اللجان او في توزيع اللجان قال لك لا مش عاجبني بقى اللعبه فانا خايف. تسمحي لي ادي لحضرتك بس مثل عشان الاستاذ علاء يرد على كلمه كامله. انا دلوقتي النهارده لما هذا التكتل يقول لي انا غير موافق على الحكومه، وانا تصوراتي الحزبيه كنايب قالوا لي لا الحكومه تبقى، انا كنايب هطيع مين؟ همشي هيبقى انتمائي لمين؟ صحيح. ده اول سؤال. ثاني سؤال مهم جدا، انا النهارده يعني ليه اثير على التجربه بحيث ان هو نختار وسط اللجنه، لجنه تختار رئيسها ووكيلينها بمنتهى الديمقراطيه، بمنتهى بناء على الكفاءه وليس العدديه. حضرتك بتسال اسئله موضوعيه. صحيح بالظبط. لا وبتسال السؤال الاولاني ده سؤال مهم جدا، يعني ايه ان حضرتك لما تدخل في هذا التكتل ان حضرتك ما يبقاش ليك راي، يعني رأي حضرتك السياسي ما يبقاش موجود، أو رأي حضرتك الحزبي كمنتمي للمصريين الأحرار ما يبقاش موجود، ورأي الائتلاف ده هو اللي يبقى موجود؟ طب يبقى فين هنا على ذلك؟ وموقع على ذلك. على سبيل المثال احنا مقدمين. طب خلينا عشان نشرك في الحوار الأستاذ طارق الخولي معانا في الحوار. أستاذ طارق مساء الخير. مساء النور، تحياتي لحضرتك أستاذة رشا. أهلا يا أستاذ طارق، ازي حضرتك؟ الله يخليك. ممكن ترد على ما قاله النائب المحترم الأستاذ أيمن أبو العلا؟ يمكن في بس توضيح اكثر من كده. اول حاجه انه فيما يتعلق بالمسمى، وهو مسمى دعم الدوله المصريه، احنا وضحنا اكثر من مره انه هذا المسمى يعني ليس معناه انه الاخرين لا يدعموا الدوله المصريه، او انه لا. بص يا طارق، انتوا عندكم مشكله من الاول كده في المسميات، يعني عملتوا يعني مشكله يعني في حب مصر، وبتعملوا مشكله تاني في دعم الدوله المصريه. المسميات فيها يعني مشكله، ما هي الدولة المصرية دي مش بتاعت الائتلاف ده بس. المشكلة ان الناس تسيب اصل الموضوع وتمسك في المسمى، بس خليني اكمل فكرتي في انه النهارده لما انا بتكلم عن حزب زي حزب المصريين الاحرار، وانا اقول انه اللي بره المصريين الاحرار بنفس الطريقة، انه كده المصريين الاحرار بيحجر على نفسه ان هم المصريين وهم الاحرار. بنفس المنطق، الفكرة مش كده، يعني الامور يعني محتاجين ناخدها بطريقة اهدى من كده، نناقش الموضوع افضل من فكرة المسمى، لان المسمى بنفس الطريقة انا برضو مصري وانا من الاحرار، لكن انا مش عضو في حزب المصريين الاحرار، فده معناه ان حزب المصريين الاحرار بيحجر على نفسه هذا الاسم او هذه الصفات. انت من الاحرار يعني، انت من الاحرار يا طارق، مش مشكله. الحاجه الثانيه انه الهدف من وجود هذا الائتلاف هو وجود حد ادنى من التوافق الوطني. النهارده كل حزب لديه هيئه برلمانيه، هذه الاحزاب إذا شاءت وتفضلت وائتلفنا مع بعض وعملنا، الهدف هو التجمع حوالين آراء موحدة فيما يتعلق بالقضايا الكبرى اللي بتواجهها مصر. لكن مش فكرة إعادة إنتاج لحزب وطني، ولا حد من تلك الأحزاب، ولا حد نائب انتخب من الشعب ووضع ثقته فيه من معارك انتخابية كانت في منتهى الشراسة، ممكن إن هو يكون مجرد تابع، أو ممكن يكون مجرد صوت بيرفع إيده وينزل إيده، الكلام ده مش حقيقي، وتصدير الصورة. طب يعني إيه حد في مادة يعني إزاي يتخلى هنا عن رأيه وتوجهه الحزبي، رأيه السياسي وتوجهه الحزبي لصالح هذا الائتلاف؟ أي يعني ده حتى يتناقض مع المادة القانونية التي تتحدث عن هذا الأمر والمادة الدستورية أيضا. لأنه البند ده تفسيره كان غلط، والبعض اللي فسره طبعا برضه
من اجل اغراض سياسيه وتصدير صوره خاطئه عن اللي احنا بنعمله. الفكره في انه كان الغرض من هذا البند هو التاكيد على انه ان احنا عملنا سويا وتوافقنا هو بتجريد ومن اجل يعني معاني وطنيه كبرى. هذه المعاني الوطنيه الكبرى حتى لا تقف عند يعني تزمتي الحزبي ولا عند تزمتي لفكره معينه. وهنا فكره التوافق احنا بنعبر عن فكره احداث حاله من التوافق. الحاجه الثانيه لا يعني الرد انا مش فاهماه. يعني انا بتكلم انه هذا البند ما كانش الغرض منه ان الشخص هيتجرد من افكاره ولا هيتجرد من حزبه انه هيسيب الحزب او ملوش دعوه بالتزامه الحزبي ولا ليه دعوه بافكاره اللي على اساسها الناخب انتخبه. لا انا بتكلم حوالين انه احنا بنتكلم على فكره اسمى من كده انه احنا تجمعنا او ان في قضايا معينه احنا مش هنكون متزمتين فيها حزبيا ولا فكريا. هي دي فكره تاكيد التوافق. يا استاذ ايمن طب خليك معانا يا استاذ طارق. الرد ده اقنع حضرتك يا استاذ ايمن؟ يا فندم الوثيقه واضحه وكلامها يعني غير ملتوي. ده بيشترط تجرده من رايه السياسي والتزامه الحزبي. يعني ما فيهوش انا بقول انا يعني لو حزب المصريين الاحرار يا استاذ طارق مش عايز حكومه مثلا انا بضرب مثل مش عايز حكومه المهندس شريف اسماعيل وحضراتكم في ائتلاف دعم الدوله عايزين حكومه المهندس شريف اسماعيل، الاستاذ ايمن ابو العيله لو معاكم في ائتلاف الدوله يبقى موقفه ايه؟ هو مواقع الموثيقه معاكم ان هو معاكم يبقى هنا هو معاكم يعني مش فاهم. تمام خلينا الاول نحسم الفكره في بتاع الانتماء الحزبي. يعني ده طبعا مش منطقي ان يكون غرضنا من ورا الكلمه دي ان احنا نقول للناس سيبوا احزابكم لا الا ده حاجه ضد. لا معلش يا استاذ طارق عشان بس الوقت بتاع المقدمه قصير شويه. النقطه الثانيه لا هجاوب على السؤال بتاعي. احنا بنتكلم على كيان توافقي في هيئات حزبيه بالكامل. لا جاوب على السؤال بتاعي هو ده مثلا ارد على سؤال حضرتك. النهارده النائب المحترم ايمن ابو العيله لما بيتخذ قرار جوه حزب المصريين الاحرار بيتخذ عن طريق دوائر صنع قرار. الناس بتبقى مختلفه مع بعض لكن بيطلعوا بقرار موحد. نفس الطريقه احنا بنسعى اليها ان يكون في طريقه لاتخاذ القرار باليات معينه تكون بيشارك فيها الجميع. لكن مثلا احنا النهارده بنفصل حوالين انه لو حزب المصريين الاحرار بقى مختلف او موجود في هذا الائتلاف انه الائتلاف هياخد قرار والمصريين الاحرار هياخد قرار طول الوقت في اتجاه تاني. لا بنتكلم على فكره توافق تاني بنتكلم على فكره انه حزب المصريين الاحرار مش هيبقى تابع بوجوده. يعني في ناس قاعده فوق بتاخد القرارات في ائتلاف دعم الدوله والمصريين الاحرار بيتحط او اعضائه بيتحطوا في مشكله انه ينفذ اللي عايزه حزبه ولا اللي عايزه. لا الوضع مش بهذا الشكل ولا بهذه الطريقه. بتكلم على هيئات حزبيه بالكامل موجوده هيتم النقاش فيما بينها في القضايا الكبرى للتوافق حولها. بس ممكن اعلق بمنتهى البساطه. طب نسمع تعليق يا استاذ طارق بعد اذن حضرتك. اتفضل يا استاذ ايمن. انا كان شايف ان هو مع احترامي على فكره لجميع الشخصيات والزملاء الموجودين في واللي وقعوا واللي ما وقعوش واللي ناويين وقعوا. انا طبعا لان زي ما ده حضرتك موقفك السياسي الشخصيات الفاضله اللي وقعت ده موقفها السياسي برضه. ده لا يعني ان ده صح او ده غلط. يعني دي مواقف سياسيه. انا كنت شايف ان هو كان يبقى نوع من انواع التحالفات السياسيه على مواقف. بمعنى اصح كنا قعدنا طلبوا. انا عامل ووتساب على لائحه مجلس النواب من نوفمبر والاستاذ علاء عبد المنعم بيعمل لائحه مجلس النواب. كنا قعدنا قبل البرلمان مع بعض نقول اولوياتنا التشريعيه ايه، نقول مع بعض برنامجنا للنهوض بالمواطن المصري ايه، واحنا هندعم اي فكره تكون ناقصانا وهو يدعم. امال عملتوا ايه في فتره الانتخابات؟ مش المفروض كنتوا تكونوا قعدتوا عشان تعملوا الاجنده التشريعيه اللي حضراتكم دخلتوا الانتخابات عشانها؟ بتتكلمي على 120 نائب يا فندم من 600. انا لا اعطي القائمه. ده البند الاخطر بقى النهارده ان هم بيقولوا اللي اشيع في التكتل ان لا ما ينفعش رئيس البرلمان يبقى من معينين. اذا ابتدينا النواب تتفرق بقى لواحد معين، واحد قايمه، واحد لا ما ينفعش يكون من معينين. ازاي؟ اذا كان الاستاذ مصطفى بكري في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الائتلاف ده، ائتلاف دعم الدوله، وبيقول انه لازم يكون من المعينين. لا يا فندم ده النهارده تصريحه بيقول ان لازم يكون من المنتخبين. انا اسفه صح، هو قال لازم يكون من المنتخبين. يعني معنى كده ان احنا حتى هنبتدي اقصائنا عن بعض. يعني اولا المعينين دول حق دستوري رئيس الجمهوريه زيه زي الاخرين،
والا كان روح الدستور قالت له ما تصوتش. فبمعنى كده ان انا هبتدي كمان في هذا الائتلاف افرق. هو واضح ان في تباين واضح في التوجهات. يعني خلينا ناخد الاستاذ علاء عبد المنعم. مساء الخير يا استاذ علاء. مساء الخير يا استاذ رشا، تحياتي لحضرتك والجمهور المشاهدين وللنائب ايمن ابو العلا والنائب الشاب طارق الخولي. يا فندم طارق الخولي اتفضل يا فندم. بداية احنا بنحط اسس عامة لا يمكن لاحد ان يختلف عليها. فلا يوجد برلمان في العالم كله في كل الديمقراطيات الراسخة انه ما يكونش فيه اغلبية حاكمة في البرلمان تستطيع ان تنتج المنتج البرلماني وهو التشريع والرقابة. وبالنظر الى تشكيلة المجلس بعد انتهاء مرحلتيها نجد انه لا توجد اكثرية تستطيع ان تكون اغلبية داخل البرلمان حتى يستطيع ان يطلع البرلمان بمهامه. ورأينا ان اكبر الاحزاب التي حصلت على مقاعد وهو حزب المصريين الاحرار لم يحصل سوى على 65 مقعد من تقريبا 600. وبالتالي كان هناك شاغل هام وهو تجميع أغلبية تستطيع أن تؤدي بالبرلمان إلى أن ينتج المنتج النهائي اللي هو التشريع والرقابة بما يحقق طموحات الشعب. الاعتراضات الحالية، هل يختلف أحد على انه لابد ان يكون هناك اغلبيه؟ في الدول التي لا تحصل فيها الاحزاب على اغلبيه بعد الانتخابات تسعى فيما بينها لائتلافات لتشكيل هذه الاغلبيه. بس الاستاذ ايمن ما اعترضش على ده يا استاذ علاء، هو بيعترض على فكره ان كنتوا تخلوا النائب اللي بينضم اليكم يوقع لكم انه بيتنازل، بيمضي لكم على شيء شيك على بياض، انه بيتنازل عن اراءه السياسيه وانتمائه الحزبي لصالح هذا الائتلاف. أصحح ما قاله النائب طارق الخولي أنه لا يوجد بند في هذه الوثيقة يكلف النائب أو يلزم النائب بالتخلي عن صفته الحزبية. ده طبعا كلام غير متصور لأنه ده اللي قاله الأستاذ أيمن. لا يعني أنا لا أتصور أن يطلب هذا الطلب، أن يكون من يطلب هذا الطلب عاقل. ما ينفعش، لانه المساله مساله الائتلاف او فكره الائتلاف هو التوحد في القرار في المسائل القوميه، المسائل الهامه، المسائل العاجله. اما راي اعضاء الائتلاف انفسهم من المستقلين حتى بدون الاحزاب فكل نائب حر في رايه. يعني حضراتكم هتكتبوا بين قوسين في القضايا القوميه الكبرى وكل واحد يعني، ما هو برضو يا استاذ علاء يعني لا، في توجهات مشتركه يا استاذه رشا لا يستطيع ان يختلف عليها احد. لانه انا النهارده لما بيجي يقول لي مثلا من ضمن الانتقادات اللي بيوجهها حزب المصريين الاحرار، انا عايز اسال سؤال الاول، سؤال استفساري، هل اذا تمكن حزب المصريين الاحرار وهذا حقه المشروع من تكوين أغلبية حاكمة في المجلس مش هيعمل كده؟ طبعا هيعمل كده. هيعمل وأي حزب سياسي، أي حزب سياسي من حقه المشروع أن يعمل إن هو يعمل كده للوصول إلى القرار. يعمل إيه؟ يجمع حوله أغلبية. أيوة يا فندم، يجمع حوله أغلبية غير إنه يخلي الأغلبية دي توقع شيك على بياض إن أوعى يبقى ليك أي رأي تاني على بياض. هو نقطة اللبس، يا أستاذة رشا إنه بيوقعوا شيك، هذا كلام كذب، هذا كلام كذب صريح. جبتوا الكلام ده منين يا أستاذ أيمن؟ الأستاذ علاء بيقول مفيش أي حاجة في الوثيقة بتقول إن كنتوا توقعوا على إن لا لكم رأي سياسي ولا لكم انتماء حزبي. يعني حضرتك لصورة الوثيقة المنشورة على اليوم السابع وفي جميع الصحف النهاردة، الوثيقة منشورة واضحة وكثير من الزملاء النواب وقعوا عليها وأكدوا صحة ما كتب فيها، وحتى اسم رئيس الكتلة مكتوب على بياض، حتى المسمى وقتها في بعض النواب كتب وقعت على مسمى دعم الكتلة المصرية وبعض النواب كمان وقعت على مسمى نقط بدون اسم.
بس اصل يعني انا بتكلم مع نائب برلماني مخضرم زي الاستاذ علاء عبد المنعم بيقول على الهواء الان مفيش هذا البند. احترامي لشخصيته طبعا استاذ علاء، انا احترمه وعزه وهو يعلم مدى تقديري له. يعني اصلا ما يكون البند ده موجود احنا بنتكلم يعني استاذ علاء عبد المنعم انا متاكده يا استاذ علاء حضرتك للوثيقه. ايوه اتفضلي. اكيد حضرتك شفت الوثيقه وانا عارف يا استاذ علاء اكيد اراها كلمه كلمه وبند بند. صدقيني والله انا لم ارى هذه الوثيقه، ولكن انا علمت لا من يعني القائمين على القائمه ان البند ده مش موجود. هو حضرتك مش معاهم في الائتلاف يا استاذ علاء؟ انا معاهم في الائتلاف بس انا ما قريتش الوثيقه، انا ما وقعتش على حاجه ولا مضيت حاجه ولا طلب مني ان انا اوقع على حاجه. احنا خلينا نتكلم في سيبك من المسائل الشكليه، لان انا اولا انفي ان تكون الوثيقه تتضمن مثل هذا التخلي عن الصفه الحزبيه. الاستاذ ايمن ده كلام مش منطقي. طلعوها يا جماعه الاستاذ ايمن بيقول منشور على المواقع. كلام مش منطقي ان انا اجرد النائب من صفته الحزبيه ازاي يعني؟ ما هو ده مخالف للقانون. طيب هدخل في المساله الثانيه سريعا عشان الوقت بتاع المقدمه، مساله توزيع اللجان وتوسيع المناصب والمساله اللي بيقولها الاستاذ مصطفى بكري، واحنا اتكلمناه بالمناسبه قبل الهوا وقال هيبقى معانا وبعد كده ما بيردش على التليفون، انه بيقول ان احد ان مساله ان رئيس البرلمان يبقى معين، ليه يبقى معين؟ المفروض يبقى من المنتخبين، فالاستاذ ايمن ابو العيله بيقول لك وليه ما يبقاش من المعينين؟ ده رأي وجيه، ليه ما يبقاش من المعينين؟ ليه يبقى من المنتخبين؟ لا أنا مع الرأي إنه ليه ما يبقاش من المعينين أو من المنتخبين، والعبرة في النهاية بانتخاب المجلس للمعين أو للمنتخب، لأنه حين يطرح الأشخاص الذين يرغبون في الرئاسة أنفسهم أمام المجلس كهيئة ناخبين له يمكن أن يكون معين أو من القائمة أو مستقل أو حزبي، والرأي في النهاية في التصويت بأغلبية المجلس. إنما مسألة التفرقة بين المعين والمنتخب والمستقل والحزبي في القائمة واللي مش في القائمة الكلام ده مش موجود خالص. لأن لا أستاذ علاء رجعنا لوثيقة على المواقع دلوقتي، النائب يوقع على الوثيقة متجردا من الانتماءات الحزبية والميول الفكرية والاتجاهات السياسية، وانا اؤكد لحضرتك ان زملاء مضوا عليها وانا دول زملاء انا اعلم. طيب استاذ علاء من الميول الحزبيه؟ ايوه يا فندم. لا انا مش متصور هذا الكلام على اي من الاحوال. لا مش أي انا لو مش كان أي هذا البند مش اي طيب انا بقول لك يا استاذ رشا على الهوا اهو لو كان هذا البند موجودا يبقى خطا. ده مش خطا، ده خطا جسيم. خطا جسيم ده خطا قانوني ودستوري. ما ينفع ده اللي عمل هذا الخطا لا يعرف المبادئ بتاعه الدستور ولا يعرف اهي على الهوا يا فندم. لا يعرف مبادئ القانون ولا الدستور. ما ينفعش يتكتب الكلام ده. لكن احنا يعني برضو يعني احنا مدخلينه في ائتلاف دعم الدوله عشان نجرده من شخصيته عشان نخالف القانون والدستور ونقول له اتفضل امضي على شيك على بياض على وادخل في هذا الائتلاف عشان انت مالكش علاقه باي حاجه وانت مالكش شخصيه واللي يقول لك ائتلاف دعم الدوله امشي وقول هذا كلام خاطئ وانا عن نفسي لا اوافق عليه. طيب واضح الفكره. انا بشكر حضراتكم ويعني اطلنا في المقدمه الاستاذ ايمن ابو العيله عضو الهيئه العليا للمصريين الاحرار، الاستاذ علاء عبد المنعم نائب البرلماني المخضرم، الاستاذ طارق الخولي. بشكر حضراتكم على المداخله.